الكلمة في بداية النقاش لرئيس لجنة العلاقات الخارجية إن أراد ذلك. تفضل. مشكور. شكرا سيد الرئيس، أرحب معالي الوزير طاقم محترم المرافق، شاكرين على تقديم هذه الاتفاقية مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. نعتبر أن هذه الاتفاقية بالغة الأهمية، خصوصا أن بلدنا دولتنا دولة حدودية ودولة معبر وبوابة لأوروبا، بالتالي حتم علينا بأننا يعرفنا نعزو من تعاوننا مع المنظمات ذات الصلة بهذا المجال ومع الدول، لكن نحد من المخاطر المترتبة على هذه الظاهرة والاستفادة قدر الإمكان بذل الجهود القائمة بها الحكومة من مكافحة الهجرة لأوروبا. بالتالي هذه الاتفاقية بالغة الأهمية، ونطالب الأخوة النواب والزملاء النواب المصادقة عليها. في مجال آخر، اختيار ذم جهود الحكومة وجهود القطاع القائم عليه، وبشكل عام وفي الفترة الآونة الأخيرة أكثر الحديث عن قضية الهجرة خصوصا إلى أمريكا، وسلط عليها الضوء، اختير نأكد هون بأن هذه الظاهرة ما هي وليدة اللحظة ولا هي ظاهرة جديدة، أن كانت لا خارجة من نشأة الدول الموريتانية، كانوا مواطنين لا يهاجروا في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، وسلط عليها الضوء في الفترة الأخيرة به اللي أتاحت فيها فرصة طريقة ما هي شرعية، وضروا للأسف الشديد منها بعض المواطنين حسب اللي أبلغنا ما نعرفه مدى صدقية ذاك اللي ينقال فيها، يقروا وداولت في وسائل التواصل الاجتماعي، وسلط عليها الضوء بحكم أي وسائل طلعت متاحة وكثرت فيها الأخبار. هذا هم قالوا ما بيا أني نشجع هذه قضية الهجرة، بالعكس نطالب الحكومة بأنها تعمل على توفير إمكانيات البقاء للشباب من خلال خلق مشاريع مضرة وتوفير الوسائل للشباب الموريتانية قد يتمكن بأنه يعيش عيشة كريمة في وطنه. يا غير شفت وكلم عنه حتى وأعطاه أكثر مما مجال الهجرة دائما وجالياتنا في الخارج اختيروا ولا نستفادوا من هذه العقول اللي المهاجرة والاستفادة من الجاليات كاملة بشكل عام، سواء كانوا رجال أعمال سواء كانوا عقول كي قلت مهاجرة للرجوع لبلدهم، ويا الله الدولة توفر لهم الظروف والامتيازات اللي تمكنهم بأنهم يعودوا عودة كريمة ويساهموا بناء وطنهم. وفي هذا الصدد حسب اللي باقني في منتديات الجاليات في الخارج اللي ينعقد في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله، يا الله الدولة تنتهز فرصة بأنها تستفاد من هذه من جالياتنا في الخارج، ونختار نشيل ضم بالمكتسبات اللي تحققت ومطالب كانت مطروحة للجاليات اللي جالياتنا في الخارج، سواء منها اللي متعلق بقضية إمكانية الحصول على جواز سفر في بلد الإقامة، وهذا مطلب كان مطروح للجالياتنا في الخارج، سواء ما يتعلق بقضية الزواجية الجنسية اللي كانت مطلب أيضا مليح بالنسبة لجاليتنا من المطالب المهمة كانت مطروحة، بالإضافة أيضا للقضية فيما يتعلق بالسياسة أيضا، وهذا مكسب من المكاسب، وتاح جالياتنا بأنهم يختاروا منتخبيهم لأول مرة عن طريق انتخاب المباشر من بلدانهم اللي هم فيها، مع فرض بأن هذه المترشحين يكونوا من المقيمين في الخارج، وهذا حقا مكسب تحقق هذه المكاسب اللي ذكرت يجب تثمينها، ونعتبرها لأنها مهمة ومفيدة وطالبين بأنها تعزز وتزاد. يا قارم ملي تنكر له عدم إنقال بأن ما أخرج شيء، هذا يعود فيه شيء من الإشحاف وشيء كنت مبالغة.
نختار كي قلت قبيل ان بلدنا لا يستفيد من 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 ذي الجهود القائمين بها القائمه بها الدوله والحد من الهجره لاوروبا، وهذه ورقه رابحه تستفيد منها بعض الدول، واحنا لغرار ذاك قالتنا لا نحاول ان نستفيد منها قدر الامكان. مره اخرى شاكر معالي الوزير وشاكر اعضاء اللجنه اللي شاركوا معنا في اعداد هذا التقرير، وطالب اخو زملاء المصدق عليه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيدنا ابو مقر.